السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. حندخل مباشرة في المشروع. أنت شريت كرتونة عصير اللي فيها 48 حبة للدير 44 ألف للكرتونة، تسقمني واحدة 900 هكذاك، يعني احنا نحسبها 15%. هنا شريت كيس تاع الكوجاك اللي فيه 100 قطعة، السعر تاعو اللي هو 35 ألف اللي فيه 100 قطعة، والسعر الحبة تاع الكوجاك بالجملة تسقمني 60 دورو يعني 3 دينار، أنا نحسبها 5 دينار. ونحط شريت الشيكولا تاع الماكس ولا كتشوفوا فيه هنايا، السعر تاع الكيس اللي فيه 100 قطعة 45 ألف. راح نقول لكم شحال سقامت لي، سقامت لي يعني سعر الحبه بالجمله اللي هو 5 دينار، اما نحسبها انا نحسبها 10 دينار للحبات تاع الماكسو. بالنسبه للعلكه هنا صاشيه فيها 100 قطعه 25000، نحسبها واحد 2 دينار جزائري يعني 40 دورو. اما بالنسبه لكم تختاروا الحلويات اللي بغيتوهم نتوما وتختاروا الفكره اللي بغيتوها نتوما بعد ما تشوفوا هذه الفكره تاع التوزيعات للاطفال، يعني في عده مناسبات كما راكم تلاحظوا كاين عده انواع. انا بدلت الشوكولاته السوداء، درت الشوكولاته البيضاء لانها لذيذه اكثر يعني حلوه اكثر من الشوكولاته الاخرى. اما بالنسبه للنبوله 100 قطعه جاتني 95000، يعني راح نحسب القطعه ولا النبوله الواحده اللي راح نحسبها 15 دينار جزائري يعني 15%. كما راكم تلاحظوا هذا كامل المكونات ولا المواد اللي شريت الاوليه نتاعي اللي نخدم بهم هذا التوزيعه. هنا كذلك شريت العلك اللي صاشيه كما راكم تلاحظوا، وهنا زدت شريت هذوك الكؤوس الخاصين بالصوربي يعني النوع الصغير كامل اللي فيها 50 قطعه اللي تجيني 70000، يعني تسقام لي الكاس الواحد 15 دينار جزائري. انا نحسبه كما راهو، ما راحش نزيد في السعر تاعو ولا ننقص فيه ولا نزيد فيه لانه هذيك هي السعر تاعو. هنا بعد ما جبت المواد اللي نخدم بهم، شوفوا معايا الطريقه مليح، بديت نفتح في الحلويات تاوعي مثل الكوجاك، العيك، الشوكولاته، النبوله تاوعي كيف كامل هذوك المواد فتحتهم وخليتهم جانبا باش نبداو نخدموا الحلوه نتاعنا ولا هذ التوزيعات نتاعنا. هنا انتم واش ديروا؟ شوفوا الافكار فقط، شوفوا الفكره، ما لازمش تطبقوا كما درت انا لداخل هذا التوزيع، يعني تقدروا ديروا اي حاجه لداخل، ممكن عندكم فكره تجيكم اقل تكلفه وديروها لداخل هذه الكؤوس وتوزعوها وتخدموا بها هذا المشروع نتاعكم. هذا المشروع خاص كذلك للبنات، اللي البنات ولا الاولاد، يعني الاولاد حتى هما من حقهم يخدموا هذه المشاريع، وما يقولوش خاصين غير بالبنات ولا حتى تاع البنات فقط، يعني يقدروا الاولاد اللي راهم في الجامعه ولا راهم في الدار ولا ما لقاوش خدمه يخدموا التوزيعات ويبيعوا لارواحهم. البنات اللي راهم في الاقامه الجامعيه اللي ما عندهمش وين يطيبوا ولا وين يمرطوا ما عندهمش الفور، يقدروا يخدموا الاشياء كما هذه اللي ما فيهاش تعب، ما فيهاش فرن، ما فيهاش مواعن بزاف، سهلين مهلين، غير تعمر ودير هذه التوزيعات وتحطهم عند المحل وتحول لكم كيفاش طريقه التسويق نتاعهم. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما حطيت حبيبه العيك هما الاولين اسفل القاعده تاع الكؤوس هذو، بعد ما ستفتهم واحده تلو الاخرى راح نزيدوا احنا واحده تاع عصير هذا الصغير، يعني الصغير كامل الفيتاجي ولا يسموه هذاك الصغير كامل عصير تاع الاطفال اللي يجي صغير كامل تشرو من برا ب 15 دينار ولا 20 دينار. هذه هي، انتم تشرو دائما روحوا تسلعوا السلعه تاعكم بالجمله، ما تشروش بالديتاي، ما تشروش من الحانوت اللي قدامكم باسكو يبيعها لكم كما يبيع حال الناس كامل، انتم تشروها بالجمله تعاودوا تحسبوها كما يحسبها مول الحانوت للحبه الواحده، هكذا باش تدوا الفائده تاعكم. انا وريت لكم في الفيديو كيفاش، يعني قلت لكم نشري ساشيه فيها 100 قطعه ب 45000 تسقام لي، يعني تسقام لي الحبه الواحده كي نشريها بالجمله 5 دينار، انا نزل هذيك 5 دينار اللي هي الفائده نتاعي انايا باش نلقى الفائده تاعي انا. كما راكم تلاحظوا بعد ما حطيت الجي تاعي كملتو، زيد حطيت الحبيبه تاع الكوجاك نتاعي، قلت لكم تقدروا تستغنوا على العصير، يعني جي هذاك لداخل ديروا حاجه واحده اخرى، تقدروا ما على باليش، المهم ديروا واش حبيتوا. وكذلك حطيت هنا قطعه الحلوه تاع الماكس تشوفوا فيها لداخل الكؤوس. بعد واش راح ندير؟ راح نجيب البنبولات هذوك النبولات وندخلهم وين يدخل هذاك الثقب، وين كاين التيو تاع السير الصوربي هذاك عفوا، شوفوا كيفاش، ونحطها ونغلق على الكاس نتاعي. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله متحوفه، حاجه كيوت، واش نقول لكم، اللي شافها يقول لك انا ما شفتش، يعني صراحة يعني توزيعات شابين نقايا، توزيعات يصلحوا للأعراس، للخطوبة، يعني للختان، يصلحوا لعيد الميلاد للأطفال، يصلحوا لحفلات تاع الأطفال في المدرسة، يصلحوا حتى تحطيهم عند محل بيع المواد الغذائية
ولا محل بيع مواد الحلويات والتغليف. عند كذلك كيوسك يقدر اي واحد يعني زوج تاعك ولا الاخ تاعك ولا انتيه بنفسك ولا صاحبتك ولا حاجه تعقب على المحل هذا ولا الكيوسك هذاك يلقاو هذو الكؤوس المعمرين بالحلويات يقدر يشريها لوليده ولوليد صاحبه ولوليد اخته. يعني هكذاك شوكه هديه شابه في يده يعني نظيفه نقيه ما شاء الله. شوفوا كيفاش حتى الطفل تاعكم راح يفرح بها يفرح بها يفرح بها. واما بالنسبه للمشاركين الفم اللي يضل يقول لك غير صحيه والاطفال وكذا وكذا وما ياكلوش حلاوه بزاف معليش شغل ولادكم انتم راهم ياكلوا غير زيت زيتون ياكلوا في الكرموس ما تلعبوهاش زعما طيحوا مضرين وما نعرفوش باللي اطفال تاعنا بزاف عليهم الحلويات. يعني هذه في المناسبه الحلويات احنا كاطفال وزدنا انت من نوتي كبيره مررتي بهذه المراحل وتبغي تاكل الحلوه وتبغي تاكل الشيكولاته وتبغي تاكل الحلاوه كما كنا نبغوا ناكلوا حلاوات من صغرنا وهذه هي. ولكن نقصوا لهم الحلاوه هذه ممكن باش تقولي ما في مضره وغير صحيه وطاطا بطاطا هذه غير نحيها من راسك لانه كتفوتي حاجه صحيه فوتيها في ولادك قبل باش تبدا تهضري على اولاد الناس. طريقه التعليب تحدتها في كرتون وحطيتها في علبه كما راكم تشوفوا غلفتها وديتها عند ام المحل اللي يبيع لوازم الحلويات والتغليف يبيع حكا توزيعات للناس ولا تجيكم كاش كوموند ولا طلبيه اخدموا. يعني كي تشرو الحلويات تاعكم ولا الاخرين بالجمله حطوهم في البيت لما تجيكم طلبيه عمرو برك ووزعوا الطلبيه تاعكم سهله مهله ما فيها حتى تكلفه. اما سعر البيع تاعها بعد ما كلفت كل المكونات تاعي جات لي تسقامني الحبه الواحده 6000 يعني الكاس الواحد يسقامني 6000. دوك انتم حسبوا دوك تعرفوا كيفاش يعني النبوله تسقامت لي 1500 العصير تسقام لي 1500 الكوجاك 500 حلوى تاع ماكسو 10 دينار الحبه تاع العلك حوالي 2 دينار يعني حبه حلوى العلك ما حسبتهاش الكاس 1500 وشوفوا السعر تاعها شحال الجن. ان شاء الله خاوتي خياتي يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله يكون عجبتكم الطريقه تاعنا توزيعات هذه ان شاء الله تجربوها الاولاد اللي راهم قاعدين مريحين غير يخدموا على ارواحهم البنات اللي هم في الجامعه اللي يحبوا مصروف زايد ان شاء الله يخدموه يبارطاجوه في الصفحات في الجروبات في الانستغرام في التيك توك اللي حابه تخدم تخدموا. كاين الناس يحبوا اشياء كما هذه لوليداتهم مثلا في الحفلات في المناسبات في طهاره في زياده بزاف بزاف امور اللي يحتاجوا فيهم هذه التوزيعات. الاطفال شابين رائعين كما هذو تقدروا حتى انكم تغيروا يعني واش كاين المحتوى الداخل يعني واش كاين هذوك اللي درت العصير تقدروا تستبدلوا بحاجه اخرى كوكب مانيش عارف حلويات اخرى. وبالتوفيق للجميع وشكرا جزيلا.